بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا كده كم ايه من انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 18. بركاته على جميعنا امين. لذلك يشبه ملكوت السموات انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيده، فلما ابتدا في المحاسبه قدم اليه واحد مديون بعشره الاف وزنا، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وطرق له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقاءه كان مديون له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفيني ما عليك. فخر العبد رفيقه على قدمه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يريد بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي الدين. لإلهنا كل مجد دائما أبديا أمين. المسألة دي تكملة بس أنا هقف عندي هنا وهسأل سؤال: ليه العبد اللي كان مديون ب10,000 وزنة ما قدرش يسامح العبد اللي كان مديون بمئة دينار؟ عشان أدي فكرة، ال10,000 وزنة الوزنة بتساوي 34 كيلو ذهب. الوزنة 3,000 شاقل، والشاقل 11.25 جرام. يبقى تضربي 3,000 في 11.25 يطلع 33، وحاجة كتيرة أوي قريب من 34 كيلو. وبعدين ده 10,000 وزنة. 10,000 وزنة يعني حط 10,034 يبقى 340,000 كيلو ذهب. حاجة تجنن. حاجة تخوف. وسامحوا سيدي. الغريب اللي سامحوا. طلع صاحبنا دوت لقى واحد مديون كان بيسلف واحد 300 دينار. الدينار بيقول الدينار يعمل 100 جرام فضه، الدينار كانت عمله من الفضه، يعمل 100 جرام، 300 في 100 جرام يعملوا كام؟ 3,000، 3,000 جرام يعني 3 كيلو، 3 كيلو فضه، الفضه كنت سالت واحد بتاع ذهب زمان لما كنت بدرس الموضوع ده، قال لي الفضه تعمل لها مثلا الجرام كان يعمل في وقتها حوالي 11 جنيه. في الوقت اللي كان الذهب يعمل مبلغ كبير قوي. انا مش عارف، انا مش بتاع ده، مش بتاع فضه ولا ذهب. سالت عشان اتعلم يومها. الفرق خرافي. كنت مره حسبتها فطلع كذا الف مليار جنيه. بلغه الامل حضرتك اضربي 34 كيلو في 10,000 في سعر الذهب النهارده. ده انا حسبتها زمان كان سعر الذهب رخيص قوي عن النهارده، كان يجي نص ثمن النهارده او اقل. النهارده ال 21 الجرام ال 21 على ما اعتقد يعمل داخل على 700 جنيه تقريبا، مش كده برضه؟ ها؟ 600 مش 700. اصل انا لا بشتري ذهب ولا اعرف حاجه، انا بس ايه؟ واحد يشتري ذهب النهارده؟ طيب ماشي. شايفين الفرق قد ايه؟ السؤال ليه لما خرج ولقى الراجل ابو 300 دينار راح ماسك في رقبته وقال له هات الفلوس اللي عليك؟ ليه؟ نعم؟ قلبه قاسي، حلو قوي، ايه كمان؟ ما فيهوش مخافة ربنا، ايه كمان؟ ايه؟ مش حاسس، برافو عليك، مش حاسس بقيمة الحاجة اللي حصلت معاه، إيه كمان؟ الجشع. الجشع، ها؟ حب الفلوس، حلو خالص، إيه كمان؟ إيه؟ ما عندوش تسامح، ما عندوش رحمة. هنوصل وقربنا خالص، إيه كمان؟ إيه؟ أنانية. كل الكلام ده حلو قوي بس في نقطة مهمة جدا جدا. لا. حق ايه بس؟ حق ايه وهو الراجل سامحه في
10,000 وزنة. 10,000 وزنة. الراجل ده مشكلته ان ما كانش مصدق ان سيده سامع. ما كانش مصدق ان سيده سامع المبلغ ده. المبلغ كان ضخم جدا، فزي ما بيقول حصل له صدمة، فمش مصدق. لأنه لو كان مصدق في القصيد كده، لو كان مآمن ان سيده سامحه في كل المبلغ ده، لما يخرج بره وحد يبقى ليه عنده يقول يا عم ده انا اتسامحت في قد كده، همسك هبص ليك انت وروح ربنا يباركك، انا ربنا سامحني. سؤال، لما حد بيغلط فينا وبيغلط غلط شديد بنعمل ايه؟ نسامحه؟ عايز نخش في العمق شويه. هل انا لما حد بيغلط في غلط كبير بسامحه؟ ولا لما اقول فلان ده فلانه دي لا يمكن اسامحها ابدا، لاخر يوم في عمري لا يمكن اسامحها. مش ده بيحصل؟ جوزي ده لاخر يوم في حياتي، ده انا شفت معاه ايام اسود من شعر راسي. الله بقى يعمل ويساوي بقى اذا كان الراجل راح ولا موجود. يعني بياخد منسى وطمن الكلام. يقول اخويا ده اللي خد اللي نصب عليا وخد مراسي، ربنا يعمل ويسوي فيه. مش ده اللي بيحصل يا جماعه؟ ربنا يحرقهم ويزيهم. نعم. على الاخويا التانيين ربنا يحرقهم ويزيهم. مش كل الناس بتعمل كده، لكن اغلب الناس بتعمل كده. صح ولا مش صح؟ يعني احنا قاعدين مثلا اهو، العدد اللي قدامي ده يقترب من 100 ما بين سيدات ورجال. كم حد بيسامح من قلبه بجد؟ كل حد جوه قلبه. انا بسامح من قلبي بجد، كم حد فينا؟ ومش بسامح اللي انا بحبه وبستظرفه ومسامحه، واللي مش نازل لي من هنا اقوم مش بسامحه، لا، ده انا بسامح ده العداء. ده كمان اسامح الاعداء. هو مش قال احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم، يعني اللي بيلعني واللي بيشتمني اقول له الله يباركك. صح ولا مش صح؟ ايه هو اللي مش صح؟ مين اللي بيقول مش صح؟ يعني اقتلونا ونسامحهم؟ دي تعاليم الانجيل، احنا بنقطع الانجيل ونرميه. صعب، صعب الشيء يا ماما يا مدام، صعب الشيء. واني أن أنحاز بوصية ربنا وأقول له كلامك ده على راسي من فوق، أنا هطيعه حتى لو مش عاجبني ده شيء تاني. أنا لازم أطيع كلمة الله. ربنا ادانا الإنجيل ده عشان نسمع كلامه ونطيعه، مش علشان ننقي منه اللي يناسبنا واللي شايفينه صعب بلاش منه. ما ينفعش الأيام دي. ما أنا بقول لك بلاش منه. السكة ان لازم انا اشوف قد ايه ربنا غفر لي وسامحني. انا كنت انسان نجس جدا، كان الخطية من شعر راسي لاصابع قدمي زي ما بيقول اشعياء النبي في اشعياء 1. كل الرأس ثقيل، كل الجسد ايه؟ مريض، ليس فيه صحة بل جرح واحباط. يعني مفيش حاجة عدل فيا. تمام؟ وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا اصحاح 7، بيقول لأنه ليس ساكن فيا أي في جسد الشيخ صالح. وبيتقال كمان إنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا إيه؟ ولا واحد. إذا أنا كنت خاطي جدا، وكان محكوم عليا بالموت، وكان مكاني في البحيرة المنتقدة بنار وكبريت. أنا نفسي وأنتم تسمعوا الكلام ده تستريحوا شوية. الحاجات دي مش قصة مكتوبة في الإنجيل. مش بنقول الكلام ده على الكنيسة وأنا تاني في وسط العدد الكبير اللي موجود. الكلام ده ليكي وليك ولادي. ربنا سامحني قد إيه؟ أنا كان المفروض يتحكم عليا حكم الموت. وبعدين جه ربنا أخذ حكم الموت على نفسه. أنا كان ممكن أتعذب. أخذ العذابات دي في جسده. اتضرب. واتشتم واتف في وشه واتجلد واتطعن بالحربه واتدق في ايديه مسامير
واتحط على راسه اكليل شوك وزياده في الافتراء راحوا ماسكين قصبه حته عصايه كده تخينه وراحوا ضاربينه على دماغه عشان الشوك يتعمل ايه؟ يتخلف كده في جبينه. كل ده عشان وعشانك وعشانك بس احنا مش شايفين مش مدركين احنا مش حاسين ودي المشكله ودي المشكله. قصه القداس كلها بتحكي الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. لما بابونا يصلي ويقول ايه صلاه الصبح؟ يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس عملت فيه ايه؟ هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد. وهنا يبتدي يصلي وبعدين المسيح يقبل على نفسه انه يتذبح ويتحط على المذبح علشان ناكل جسده ونشرب دمه فنحيا. فنحيا. انا عشت ايام سنين طويله مع ربنا وما كنتش شايف انه بيحبني، ما كنتش شايفها. وكنت فاكر ان كلمه ربنا يحبك ربنا بيحبك دي كلمه عاديه زي الكلمات اللي بنقولها لبعض، اختك سامحني ربنا بيحبك، تعالى صدق خبرك، هو كلام بنقوله كده ولا احنا نعني معناه. قعدت سنين طويله مش جايان بمحبه الله ليا، بخدم بروح باجي بحضر الكنيسه، متربي في الكنيسه من وانا عيل صغير وحضرت مدارس احد واعداد خدام وخدمت ومش جريان ان ربنا بيحبني. بعمل كده واجب. بعمل كده من الخوف. خدوا بالكم من الحته دي. بعمل كده من الخوف لاني شايف ربنا سيد قاسي. شايف ربنا عنيف وقاسي وجبار ومنتقم ومستني ان اي خلطه اخلطها عشان يديني فوق دماغي. هات صوت الله. صدقوني احنا ده اللي جوانا بس احنا لما نقعد كده في لحظه صدق جوانا بيننا وبين نفسنا هنلاقي ده وقرف اكتر منه كمان. جوانا. انا بتكلم عن نفسي. انتوا قديسين كده بتكلم عن نفسي. واحد مرة حلم حلم زمان هو أستاذي يعني اللي علمني يعني حلم حلم بيقول أول مرة أحلم أشوف المسيح شفته ماسك عصاية وعمال يجري وراه عشان يضربني. ماسك عصاية وبيجري وراه عشان إيه؟ يضربني. دي الصورة اللي انطبعت في ذهنه وهو طفل صغير إن ربنا كده. وإن لو ما قعدناش كويس في مدارس الأحد ربنا هيزعل مننا يا ولاد وربنا هيخرب بيتنا يا ولاد وهيجي ويحط علينا يا ولاد. مش ده اللي بيتقال في مدارس الاحد. انا شفته بعناية الكلام ده. وربنا ربنا اب. ربنا اب. ربنا اب. حنين بيترفق بيحب بيطول باله بيشفق على الجهل الجهلاء والضليل اللي زينا. شوفوا يا احبائي ان المسيح هو صورة الله الاب. لأن الله لم يره أحد قط ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو إيه؟ خبر. يعني إيه خبر؟ أعلن. برافو عليك. الله ينور على حضرتك. يعني أعلن. يعني عايز تشوف محبة الله الآب بص في وجه يسوع المسيح. كان بيقول يصنع خير ويشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب. يلاقي راجل أبرص أبرز اللي هو مراد الجوزان اللي بينزل سائل كده مؤذي جدا وريحته كريهة جدا ومحدش يقدر يقرب من هذا الشخص. يقول لك يسوع فلمسه. يشوف المرأة المنحنية اللي ظهرها مقوس وبقالها سنين وفي المجمع وهي بنت إبراهيم يعني بنت الإيمان يعني بنت ربنا قم. يقول لك الكتاب دعاها فقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك ووضع يديه على يمين فاستقامت. عدى شاف امراه حزينه عماله تعيط ونعش شايلينه وماشيين بيه رايحين يدفنوه. ابن ارمله نايم فيقول فتحنن يسوع ولمس النعش وقال للشاب ايها الشاب لك اقول ايه؟ قم فدفعه الى امه. يشوف الانسان الاعمى منذ ولادته يخلق له عين جديده. يشوف اللي ايده يابسه يشفيه.
يشوف الاخرس الاصم الاعقد اللي لسانه مربوط ودانه مسدوده يشفيه. دي صوره الله. دي صوره الاب السماوي. احنا ما نعرفوش يا احبابي. انا شخصيا اتجرأ واقول على ربنا انا ما اعرفكش. بس انا عايز اعرفك. انا عايز اعرفك. احنا نسمع في مثل بلدي كلنا عارفينه يقول فلان تعرفه بقى عشرته لا يبقى ايه؟ ما تعرفوش. ها العشره بقى اللي انا بتكلم عليها دي. انك تحس ان ربنا ده شخص. مش قوه خيبيه. لا شخص. اسمه عمانوئيل الله ايه؟ معنا. الله معنا. طول ما انا عايش مع ربنا خايف الخوف ده من ربنا وراه ضمير اسمه الضمير الشرير. الضمير الشرير دوت حاجه من مشتملات الروح. اقول لكم الجسد ليه ثلاث مشتملات والنفس ليها ثلاث مشتملات والروح ليها ثلاث مشتملات. الجسد ليه الغرائز والاحتياجات الجسديه والحس الجسدي، بينما النفس ليها ثلاث مشتملات اللي هو الفكر والاراده، الفكر والاراده والعاطفه. والروح ليها ثلاث مشتملات الضمير والشركه الروحيه والحس الروحي. ببساطه كده عشان ما نتلخبطش سيبكم من الكلام ده، انا بس عايز اخد حاجه ان الضمير ربنا خلقه فينا، لكن هذا الضمير اللي جوانا بيتشكل بالمجتمع اللي احنا موجودين فيه. يعني بيتشكل بالتعاليم اللي بنتعلمها في المدرسة، في الشارع، في البيت، في العمل، في الكنيسة. فأنا لما آجي أسمع في الكنيسة كتير كلام إن ربنا قاسي وتوبوا لألا يجي ويحط عليكم وربنا وإن ما تبتش هيعمل كذا وكذا وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. صحيح آية. بيكلم بيها مين؟ بيكلم بيها الناس المستهترة اللي مش عايزة تتوب ولا بتفكر تتوب. لو أنا مستهتر يبقى الآية دي تنطبق عليا. طب أنا لو أنا عايز ربنا وعايز أعيش معاه وعايز أحبه يبقى الآية دي لا تنطبق عليا. في حاجة في الإعلام اسمها التارجت جروب. يعني إيه التارجت جروب؟ يعني المجموعة المستهدفة. أنت بتكلم مين؟ فاهمين؟ فالمسيح دي كل المجد في بعض الايات بيكلم ناس معينه، يعني مثلا يكلم الكتبه والفريسيين، دول التارجت جروب اللي هيكلمه، ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون. اخد انا بقى الايه دي واطبقها على ايه؟ على نفسي. ده الضمير الشرير. الضمير الشرير دايما يحسسنا بان احنا مقصرين وان احنا وحشين. وانك انت لازم تسوق ولازم تعترف ولازم تعمل كذا وكل الحاجات دي حلوه جدا. بس دايما ماشي وراك بقرباب. تغلط يبقى يوم اسود ده غلط. في ناس نوعين. واحد يكبر دماغه ما انا كل يوم بغلط يعني هو احنا ملايكه هو احنا مش عارف ايه الناس دي لو ما عملناش معاها كده مش هنخلص احنا لازم نوريهم الهنا الحمراء. ده نوعيه من الناس اللي بياخد حقه بايه؟ بايده. في نوع تاني بقى بيروح عامل الكلام ده يبتدي يحمل عليه فيبتدي ياخد في نفسه يغل جواه. الضمير الشرير بيخلي الانسان يغل جواه بطريقه واضحه مرئيه او من جوه وبطريقه مش مرئيه. ادي امثله عشان نوضح. يعني مثلا انت اتناولتي ومتعزله وفرحتي اول النهارده وروحت البيت. أول ما دخلت البيت كانك تليفون أو حد من الولاد أو الأحفاد عمل حاجة خلاك إيه تخرجي عن إيه شعورك ورحت شتمة أو مزعقة أو ضربة. بعد كده يجي الشيطان على طول بقى هو الشيطان بيشتغل من خلال الضمير الشرير. فيجي بقى يقول بقى معقولة أنت بنت ربنا؟ بقى ده كلام أنت لسه متناولة وبتشتمي أو أنت لسه متناول وبتعمل كذا وكذا. ربنا هو انت بتمثل على ربنا؟ ربنا مش بيحبك، ربنا مش وكذا ويقعد يشتكي 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 على يعني الواحد بعد ما شكايه الضمير دي يبقى عايز يوم ينتحر. انا بتكلم بجد.
يعني الناس اللي تعبت من الضمير المشتكي بعد شوية بيبقى مش طايق نفسه، يبقى موتي خير من حياتي، أنا عايز أموت، لأن أنا مش عارفة أتخدر. ما هو حاجة من الاثنين، يا إما أنا هتعيش الكلمات اللي في الإنجيل دي، يا إما بقى يبقى إنجيلك ده كلام أي كلام وما تطالبنيش بحاجة يا رب. وحاشا لله أن يكون كده. الضمير الشرير يبكت على الخطية. طب ما تقول لي طب ما دي حاجة حلوة، ما الروح القدس بيبكت على الخطية. يقول لك في فارق كبير ما بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس. الروح القدس يبكت ويعزي. يعني إيه يبكت ويعزي؟ يعزي يعني إيه؟ يعزي يعني إيه؟ يعني مش الباقي في حياتكم، لا مش دي. ها؟ إيه؟ يفرحنا. كلمة يعزي يعني يفرح، يعني يطيب الخاطر، يعني يقبل بخاطر الإنسان، يعني ياخد بإيدي. يرفع معنويات. الله ينور على حضرتك، صح؟ الروح القدس يعمل كده. بينما الضمير المشتكي يبكر على الخطية ويأس الإنسان. يحس بعد ما تقعد كده مع نفسك، أنا غلطان وأنا زي الزفت وأنا مش بتغير، أنا بقالي 20 سنة بروح الكنيسة، بقالي 20 سنة وأكتر بعترف لأبونا بالخطايا دي، يا أبونا عملت كذا وكذا، لدرجة إن أبونا زهق مني من كتر الأسطوانة هي بتاعت كل اعتراف. مفيش منك أمل، مفيش منك فايدة، مفيش منك أمل، مفيش منك فايدة. بلاش تروح الخدمة، بلاش تروح الكنيسة، بلاش تروح تتناول، بلاش الحام على الله، بلاش تقرأ الإنجيل. ده الضمير الشرير. الضمير الشرير ده ألد أعداء الإنسان، لأن اللي وراه اللي بيحركه حاجة اسمه الإنسان العتيب. عارفين الإنسان العتيب؟ القديم. إيه هو الإنسان العتيب؟ حد يقول لي مين هو الإنسان العتيب ده؟ القديم. نعم. برافو عليك، اللي ما تخلصش ومليان الشروط. ايه كمان؟ سمعت حد بيتكلم هنا؟ وش؟ بصوا بصوا، الانسان العتيق ده هو واخد صفات ابليس. ده انسان قبل، يعني ده دي الطبيعه اللي ورثها الانسان اول ما اخطا، طباع ابليس. فالانسان العتيق ده او الانسان القديم او الانسان الفاسد اللي جوانا ده خليقه ابليس، يحمل كل صفات الشيطان من غل وحقد وغيره وحسد وشتيمه ونميمه ونجاسه وفساد، قول زي ما تقول كل صفات ابليس اللي في الانسان العتيق اللي جوه. في نفس الوقت يوجد الانسان الجديد الفاخر. انا كنت مره كلمتكم من فتره على الانسان الجديد والعتيق، بس مش عارف من امتى. فالإنسان الجديد ده اللي الناس خدته في المعمودية، اللي أنا ورثته، بنسميه الحياة الجديدة أو جدة الحياة أو الإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة. كل دي تسميات لحاجة واحدة اسمه الإنسان الجديد. الإنسان الجديد في كل صفات يسوع المسيح. عشان كده لما نقول نحب أعدائنا بالإنسان العتيق ما أقدرش خالص زي ما حضراتكم قلتوا من شوية، ولكن بالإنسان الجديد بسهولة أقدر أحب أعدائي. بسهولة. من غير مشقة، من غير ما اقعد اجاهد 20 سنة. احكي لكم حاجة سر. زمان لما كنت في ثانوية عامة، أنا كنت بحب الكورة موت. الولاد يحبوا الكورة بشكل جنوني يعني. فأنا كنت بحب الكورة أوي 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 يعني. لدرجة إني مستعد أضحي بأي حاجة في سبيل إني أتفرج على ماتش أو أنزل ألعب ماتش كورة إلى آخره. فمرة قريت في بستان الرهبان عن الأنبا أرسانيوس معلم اولاد الملوك، لو تسمعوا عنه، جاب زلطه حطها في بقه سنتين عشان يتعلم الصمت. في قول رهباني بيقول: سكت لسانك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم الله. يعني طول ما انا عمال ارغي 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 مفيش فرصه ان انا اصمت. ما هو الفكر مشغول واللسان مشغول. فعجبتني قوي الحته دي. فقلت انا في اثناء الماتشات بتنرفز وبزعق وبغلط وبشتم، وانا ما ينفعش اقول بروح الكنيسه وبتناول واعمل الاعمال السودة دي. انا احسن حاجه اعمل زي ما عمل ايه الانبا مين؟ ارسانوس. فعندنا كده كانوا بيبنوا فوق في الاراضي زلط، رحت جايب زلطات كده كويسه ورحت غسلتها.
كويس ومزوقه ومربطه ورحت حاططها في جيبي. الماتش بدا. اللي بيتفرج على الكوره الماتش فيه بعد شويه تسخن كده وبتاع، اول 5 دقائق 7 دقائق قاعد مبتسم والدنيا هاديه، وبعدين الماتش ابتدى يسخن وانا ابتديت انفعل من جوه، وبعدين من غير ما حد ياخد باله رحت مطلع الصاله قلت لك يا واد انت هتغلط وهتعمل فضيحه، امسك اعمل ايه زي لما السنسور، طلع الصاله تحت تطبيقي وهي كبيره كده مبططه، فكنت جاسس على اسناني كده يعني ايه عشان ما اغلطش. شويه 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 وانا هرقع من جوه مش قادر. فجاه كنت مطلع الصاله تطبيقي قبل كل الشتيمه اللي انا كنت عاوز اقولها من ايه؟ من اول ما قعدت. ده الانسان العتيم. اللي بيحاول يعيش الوصيه بدراعه. اللي عاوز يعيش يعمل كنترول على نفسه. اللي بيحاول يعني سامحوني في التعبير اللي يمثل حياه القداسه. ده الانسان العتيق ممثل بارع. ويقول لك خطيت سامحني وحاللني ومش عارف ايه وهو قلبه متكبر جدا. تلف الايام عشان اشهد على امانه الله. حتى اصلي يعني يا ربنا تلف الايام وبص لقيت بعد كده ان الانسان العتيق ده ابتدى يتهد جوايا وابتدى ربنا يديني هدوء وممكن يبقى في ماتش شغال وانا ما بتفرجش عليه اساسا بعمل اي حاجه تاني ولو شفت الماتش ممكن اكون هادي جدا انا هو انا بس دي صفات المسيح ودي صفات ابليس الاولانيه الشتان اللي بيحقد اللي بيغير اللي الناقص اللي بيفكر افكار انتقام وافكار شريره ده الشيطان ده الانسان العتيم اللي وارث كل صفات ابليس بينما الانسان الجديد الفاخر وارث كل صفات الله مش انتوا بتخلفوا وخلفتوا خلفتوا ولادكم انتوا مش تبعوا شبابكم صح ولا لا؟ تقولي البنت دي واخده عينين امها بالظبط واخده مناخير باباها بالظبط مناخير باباها صغننه انا مناخيري مش واخده مناخير باباها وتبقي فرحانه ان ولادك او احفادك اخذوا وورثوا من ايه؟ من ابوهم وامهم تمام؟ طب ما احنا وارثين واحنا مش ابناء؟ ردوا عليا ابناء ولا مش ابناء؟ احنا طول النهار بنعزى يا ابانا الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات أبانا هل وأنا بقول مرة أبانا أنا حاسس كان حد أعرفه من الخدام المباركين كان حكى لنا يعني هو بيقول بيتكلم على حد بس احنا فهمنا ان هو بيتكلم عن نفسه كان اول ما يجي يقول يا أبانا الذي في السماوات يسمع صوت بودنه بيقول له ايوه حبيبي ايوه حبيبي يا أبانا الذي في السماوات يقول له ايوه حبيبي أب حقيقي يستجيب أب بيحب مش إله ماسك عصاية وبيطبق قوانين أب بيرسم صورته فيكي وفيا وفيك بيرسم صورته فينا بيرسم صورته فينا يوم بعد يوم بس لو احنا فاهمين وماشيين معاه وادينا له قلبنا وقلنا له أنا عايز أتغير معلمنا بولس الرسول بيقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب في وجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصوره عينه هشرح الايه دي بيقول ايه المرايه فيها خاصيه ان فيها صوره المسيح وانا لما اجي ابص في المرايه اشوف شكلي ووراه كده هيسي او يعني مش بوضوح شديد اشوف صورة المسيح، انا صورتي وصورة المسيح ورا بعض، طول ما انا ببص في المرايا صورتي بتتغير وملامحي بتتغير لملامح مين؟ دي معنى الآية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير كما في المرآة من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أنت بنت الله. أنت بنت من ضمن البركات العظيمة اللي أخذناها في المعمودية أن نصير أبناء. أبناء قبل المعمودية أنا مش ابن، أنا عبد. بعد المعمودية أنا ابن. بس إحنا مش دريانين. أنا مش دريان. أنا شخصياً عشت وقت طويل أو مش دريان إن أنا ابن. أنا ربنا بيحبني وهو أبويا. أبويا يعني إيه؟ يعني لما أغلط يروح واخدني في حضنه وطبطب عليا. حبيبي إحنا هنصلح الغلط ده مع بعض. أنا هديك
تصنع الخطيه. انا مش عايزك تكون حاسس بالفشل، انا مش عايزك تكون حد تعايش معايا كعبد، لان العبد لا يعلم ما يفعل سيده، ولكن الابن يعمل ايه؟ يعلم. تعرفين مهندس البير؟ طبعا مهندس البير ده حبيبي قوي وبحبه جدا وبحب اسمعه. قال مره تشبيه زمان قوي، الكلام ده بقاله 15 سنه بس لازم هنا في دماغي عشان يشرح حته الفرق ما بين الابن والعبد. قال لك راجل عنده عماره وعنده ولد شقي جدا والولد ده فسدان، وبعدين عنده موظف عنده مشغله حارس للعماره، كل يوم الصبح يقوم يجيب العماره من فوق لتحت، يمسح السلالم وينظف الحيطان ويشيل السلم بتاعت الزباله وياخدها يرميها والعماره قشطه. كل يوم يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ينظف وخلي العماره فله. وبعدين جه صاحب العماره مات، مين اللي يورثه؟ طب ليه ما يورثوش العبد اللي شغال من الصبح لليل ده؟ ليه ما يورثوش؟ عشان مش ابن. الله ينور عليك. عشان مش ابن. عشان مش ابن. احنا المسيح تبنانا في المعموديه، صرنا ابدان لله. صرنا ابناء لله. يعني انا هورث ابويا. هورث ايه بقى؟ هورث مكان فدان ولا هورث عماره ولا هورث شركه؟ هورث صفاته. هو متواضع هبقى زيه. هو بيحب هبقى زيه. هو انسان وكان لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته هبقى زيه. هو نظيف وطاهر، ولما وقف مع المرأة لو زدت بذات الفعل، ولما وقف مع السامرية لا بص لها بصة وحشة ولا كلمها كلمة وحشة، بل احتواها وحبها محبة نظيفة طاهرة. هي ميزتها لأن شافت من الناس الكتير. عاوز أقول إحنا هنورث المسيح، هنورث من المسيح كل ما ليه. من ضمن الصفات العظيمة اللي هنورثها كمان الضمير الصالح. الضمير الصالح ده لما تيجي تغلطي يزقك على ربنا يقول لك اعترف بالخطيه. ايه يعني؟ قوم ما تقعش. الصديق اسود في اليوم سمع مراته ايه؟ ويقوم ويشجع. الضمير الصالح بيشتغل مع الله، والضمير الشرير بيشتغل مع الشيطان. وانا عليا اني استقبل حاجه من الاثنين واتعامل بيه. طب انا اعرف ازاي؟ اي كلام فيه يأس، الهدف منه يأسك أو يأسك، ارفضه. ده الضمير الشرير. أي يأس يبقى وراه مين؟ الضمير الشرير. وأي أمل ورقى وراه الضمير الصالح. وراه الضمير الصالح. وراه الضمير الصالح. يقول لك غلط، يقول لك معلش قوم. صحيح الخطية خاطئة جدا، لكن أنت ابني. أنت ابني. لكم أن تتخيلوا المثل اللي ضربه رب المجد يسوع المسيح على الابن الضال. تخيلوا كان عايش في مجد في عز في بيت أبوه، عندهم خدم وحشم وخدامين وموظفين قد كده، وكان هو وأخوه، وكان بياكل أحسن أكل ويلبس أحسن لبس ويتعامل أحسن معاملة. وبعدين ساب بيت أبوه ومشي وراح بعيد، واتبهدل البهدلة كلنا عارفينها، ورجع بزيارة متبهدلة وربما حافر قدمين، وكان بياكل الخرنوب اللي كانت بتاكله ايه؟ الخنازير. ولكن يا احبائي، وهو بعمل بزبالته اول ما شافه ابوه عمل ايه؟ جرع فرقد ووقع على عنقه وقبله. جرع وراح واقع وراح واخد ابنه في حضنه قعد يبوس فيه ويقبل فيه ابنه حته منه. مرة ربنا كان حد حكي لي حاجات، بيقول لي مرة ربنا زي ما يكون سمع صوت بودانه كده بيقول له أنت ابني حتة مني أنا بحبك. أنت ابني حتة مني أنا بحبك. ممكن تردد كده جوه قلوبنا، أنت بنتي قولي لنفسك كده، أنا بنته، أنا حتة منه، أنا حتة منه، أنت حتة منه. حتى لو عندك 70 سنة 60 سنة أنت حتة منه، أنت ابنه المحبوب المدلل
انت ابن اللي حاطط عليك امال عظيمه، انت ابن اللي ليك مكان في ملكوت السماوات، انت بنته اللي اعد ليك بيت من قبل تاسيس العالم، انت بنته. يقول في الكتاب المقدس في رساله معلمنا بولس افسس الصح واحد: مبارك الله الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع كما اختارنا فيه. الله الاب اختارنا فيه، في مين؟ في مين؟ في المسيح، في الاب، اختارنا فيه لنكون قديسين وبلا لوم. يعني انت قديسه وبلا لوم، انت قديسه وبلا لوم، حضرتك قديس وبلا لوم. واللي يشهد كده جواك الضمير الصالح وبعكسه الضمير الشرير. ما تديش ودانك للضمير الشرير، ما تصدقوش، ما تاخدش وتدي معاه في الكلام وتقول اصح ما انا زفت ونيله ومش بطاطا، ما تقولش كده، ما نقولش الكلام ده، لان الكلام ده ضد الايمان. لكن نقول انا بنعمه ربنا هبقى زيه، انا ابن، انا وارث صفاته، انا وارث لطفه، وارث ودعته، وارث قداسته، وارث بره، وارث احشاء رأفاته، انا وارث اتضاعه، انا وارث كل بلد. اقعد يقول لنفسك كده، احنا محتاجين نقول لنفسنا كده كتير. ليه؟ لانه في زن 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 في قدامنا من الشيطان: انت وحش، انت مفيش منك امل، انت كذا، بص للقديسين، بص لفلان، انت مبصوم زي، انت رايح مقضيها مروحه ومدين للكنيسه. واخدين بالكم؟ والشيطان عمال يعير فينا ويشتكي علينا. آية جميلة قوي هقولها لكم، بتقول في إرسال معلمنا بولس الرسول أهل رومية صح 8، بيقول: من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي إيه؟ يبرر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا قال لك أنت 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 براءة، مش بس براءة. التبرير يعني إيه؟ عشان نصحى كده شوية، أنا قربت أختم. يعني ايه تبرير؟ يعني ايه انا بار؟ ايه؟ بدون خطيه. حلو جدا. وايه كمان؟ يعني ايه بار؟ بعمل الصالح. ايه ماما؟ ابن لله. حلو جدا. شوفوا ده بيحصل في القداس، في كل قداس، في حلول الروح القدس، في السجده الاولانيه لما يحل الروح القدس عشان يحول القرابين ويحول عصير القرمة أو الخمر إلى دم. أبونا بيقول كده: يعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. وبعدين يكرر نفس الحتة دي في نهاية القداس وإحنا ساكتين بعد ما قلنا أبانا الذي، وبعدين أبونا في الاعتراف بقى، الاعتراف ده الجزء ده بتاع الاعتراف الأخير اللي بنقوم من السجدة دي نخش نتناول على طول. يعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. التبرير يعني الجملة دي: خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية. أقولها تاني، إيه الفرق ما بين البراءة والتبرير؟ البراءة إن أنا محكوم عليا بالموت والمسيح قال لي أنت براءة، أنا خدت الموت عنك، اطلع أنت براءة من قضية الموت. تقول حلوة يا رب، أنا استنى ده لسه في حتة أحلى. إيه؟ حياة أبدية لكل من يتناول منه. انت هتورث كل اللي ليا، مش بس انا غفرت لك خطيتك، ده خاص، ده اللي فات. طب واللي ده يا رب؟ قال لي انت هتبقى زيي، ابني حته مني. مين فرحان؟ مين فرحان بالكلام الجميل ده؟ الانجيل بقى مليان بشاير كده، بشارات مفرحه بالشكل ده. بس احنا استسلمنا للضمير الشرير اللي يقعد يلوم فينا ويبكتنا على الخطية بدون أمل وبدون رضا وبدون حياة وبدون حلول. يعني الضمير الشرير يقعد يبكت يبكت زي ما انت ماسك يا ابني، انت زفت، انت مالك، انت لا خد طلع لمين، انت ما فيش منك اي امل، انت ما بتتعلمش، انا مش دي قلتها لك 10 مرات قبل كده، يجي ويحط عليك قصيت ده زي مش عارف مين، ما انت طالع ليه، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله اللي بنقوله احيانا كتير. الواد ده يعمل ايه بعد كده؟ هيفشل هيفشل هيفشل، ده ممكن ينحرف بسبب كده، بسبب الاحباط، احباط احباط، ياس ياس ياس، انت وحش انت وحش انت وحش. طب
انا وحش انا وحش انا وحش، هعمل ايه في نفسي؟ هبقى وحش بقى بجد بجد او حقيقي. وياما شفنا ناس ادمنوا مخدرات ومشوا في سكك اجرام بسبب كلمه انت وحش انت وحش انت وحش، انت زفت، مفيش منك امل، مفيش منك فايده. وياما شفنا بنات انحرفوا انحراف شديد جدا ومشوا في الخطيه بسبب كلمات زي كده. ده الضمير الشرير. الضمير الشرير اخره ايه؟ فشل. اخره ايه؟ ما لياش حياه ابديه. بينما الضمير الصالح كل شيء يشجعك يقول لك انت ليك حياه ابديه، يعطى عنا خلاص الموقف. انا نفسي لما تبقوا في القداس كده وانتوا بتسمعوا بحتتي كده اتنططوا من الفرح جواكم. كل واحده تتنطط كده من الفرح. يعطى عنا خلاص. يعني انا لما هتناول دلوقتي وانا تايب كده وباستحقاق هعمل ايه؟ خطيتها تتغفر يا رب ليك المجد. مش كده وبس، انت هتورث كل اللي ليك. هتورث المجد. ايها الاب، اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجد الذي اعطيته. مين اللي قال الصلاه دي؟ المسيح لكل المجد في انجيل يوحنا اصحاح 17. ايها الاب، اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني هي الكنيسه يكونون معي حيث اكون انا. جماعه هقول لكم ايات تتجلي في انجيل معلمنا يوحنا. يوحنا 10 بتاع الراعي. اسمعوا الايات دي. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد. ولن تهلك الى الابد. ولن تهلك الى الابد. يعني الشيطان يجي يحاربك يقول لك انت هتهلك، انت هتضيع، كله انت كذاب. لينتهرك الرب، لينحدقك حدق في اسم المسيح يسوع، انت تخرس خالص. الرب قال لي انا لي حياه ابديه ولن اهلك الى الابد. اسمعوا لي كلمه، اسمعوا لي كلمه. يقول ايه؟ ولا يخطفها احد من يدي. ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. يعني حضرتك كده محفوظه في يد مين؟ الاب. مش انا قشتكم على كفي؟ حفظتكم في حدقه عيني؟ مش هو قال كده؟ الايات دي ليك. الايات دي لحضرتك. الايات دي ليكم. للسيدات والبنات والجدات اللي قاعده، الايات دي لينا. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها ولن تهلك الى الابد. قول لنفسك كده، قول لنفسك انا لن اهلك الى الابد. ابي اعظم من الكل، لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي. لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي. ابويا ضامن مستقبلي، ابويا ضامن حياتي الابديه، ابويا ضامن ان انا هيكون لي مكان في ملكوت السماوات، لانه هو ضامن لعهد افضل. هكذا يقول الكتاب. دايما الضمير الشرير يحاربك بعكس الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي. بينما الضمير الصالح يقول لك ايوه الكلام ده مظبوط، ده ليك، انت ليكي مكان. معلش حتى لو غلطتي، حتى لو الطبيعه القديمه بتحارب، حتى لو احنا لسه شويه بنحمي في حياتنا الروحيه برغم كبر سننا، لكن لينا حياه ابديه. ليا حياه ابديه. انا بخدم في القريه، ربنا شرفني بالنعمه دي. فمرة رحت بخدم فسألت، كانت الكنيسة فيها بتاع يجي حوالي 700 800 واحد، ما كانش العدد أكتر من كده. قلت لهم أنا عايزكم في القرية بقى مش زي هنا. يعني هنا بسأل سؤال مثلا اللي يعبرني تلات أربعة، واللي يرد عليا يعني إيه؟ يعني كده يعني إيه؟ لا يا أستاذ ماجد واخد بالك؟ يعني في القرية بقى لما بسأل سؤال كل الناس إيه؟ بتجاوب. فجيت سألتهم سؤال، قلت لهم كم حد ضامن حياته الابديه انه لما هينتقل من هذه الحياه هيكون مع المسيح؟ كانت الصدمه الكبرى. اللي رفعوا ايديهم بتوع حوالي 10 15 واحد، مش اكتر من كده. قلت طب احنا عايزين نسك الكنايس ونقفلها ونسرح الابقال، نشوف لهم شغلانه تاني ونقفل بلاش اناجيل. ما احنا جايين، ما هي بقى صغيره يا جماعه، ما احنا جايين الكنيسه نعمل ايه؟ ما هو ما فيش امل. يبقى نعمل ايه بقى؟ ما تقعدش تقعد قدام التلفزيون. باجي الكنيسه ليه صحيح؟ وانا بتناول ليه؟ وانا بصوم ليه؟
وانا بعترف ليه؟ وانا بخدم ليه؟ لما مفيش امل في الحال ابديا، لما مفيش امل ان اكون لي مكان مع المسيح، طب انا بدي الكنيسه ليه؟ لا في امل، في امل ونص كمان. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد، لان ابي اعظم منكم، لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي لان ابي اعظم منكم. ممكن نردد الكلمات دي؟ افتح يوحنا 10 الايه من اول 27، يوحنا 10 27 ايتين ورا بعض 27 28 نقراهم نحفظهم ونرددهم بدل ما بنردد الاغاني، بدل ما بنردد كلام الانتقام، بدل ما بنردد ونفكر في الافكار المحبطه والميئسه واللي بتجيبنا لورا، نردد الايات بتاعت ربنا تقوم تاخدنا لفوق وترفعنا لفوق. ارجو من المسيح يسوع الهنا الحي انه يختم بختم الروح القدس على كل كلمه اتقالت علشان تاتي بثمر في حياتنا، وتكون الكلمات دي سبب نقله لحياتنا وبركه بما فيهم انا. ربنا يبارك في حياتكم ويعطيكم نعمه، له المجد في كنيسته من الان والى الابد. امين.